حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة، والبداية من العناوين. بغداد وطهران اتفاقات لتعزيز أمن الحدود والحد من النشاط المسلح للجماعات الإيرانية المعارضة. خريجو الإعداديات المهنية، معاناة مستمرة وفرصة زمنية مرشحة للضياع. 19 من أيلول هو التاريخ المحدد والمتفق عليه بين بغداد وطهران وعلى جميع المستويات للتنفيذ الكامل للاتفاقية الأمنية وتفكيك بؤر تجمع الجماعات الانفصالية المتواجدة عند حدود العراق الشمالية الشرقية مع الجمهورية الإسلامية، والتي شكلت خلال المدة الماضية نقطة سوداء في صفحة العلاقات بين بغداد وطهران، فهي تمثل تهديد لسلامة وحسن الجوار، وهو ما يحتم مضاعفة الجهود لحماية الحدود منعا للفرص التي تستغلها هذه الجماعات لتهديد الأمن القومي، خاصة مع قرب انتهاء العد التنازلي للمهلة الموقعة بين البلدين. أما في ملفنا الثاني لحصاد الليلة مشاهدينا، فلا شك أن التعليم المهني يحتل موقعا متميزا في العملية التربوية لجميع البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء، لتأثيره في عجلة التنمية من جهة ولعلاقته الوطيدة بسوق العمل من جهة أخرى. غير أن استقراء واقع التعليم المهني في العراق يبدو أنه أغفل المستجدات التي طرأت على هذا القطاع ولم تأخذ بالبدائل العملية بغية التقاء هذه الطاقات الفنية مع أهداف المسيرة العلمية. ورغم حالة تصحيح اتجاهات السباق التي كانت نتاج العديد من المناشدات وعلى مر سنوات، إلا أنها لم تدخل حيز التنفيذ لغاية الآن، وهو ما يعني احتمالات ضياع الفرصة المتحققة. إذن مشاهدينا، هذه ملفات حصادنا لهذه الليلة، ونرجو أن تبقوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيوفنا الكرام، الخبير الأمني السيد سرمد البياتي. أهلا بك سيد سرمد، وأيضا الترحيب بالكاتب والمحلل السياسي السيد سمير شهواني انضمن مباشرة عبر سكايب من طهران. أبدأ معكم سيد سرمد، 6 أيام متبقية على انتهاء مهلة الاتفاق الأمني الذي وقع ما بين بغداد وطهران، لكن ما مدى إمكانية تنفيذ هذا الاتفاق من جانب بغداد؟ تحية لكم ولمشاهديكم ولضيفكم الكريم. طبعا إذا أردنا أن نتكلم بالواقع، أنا أفضل دائما أن نترك الأمنيات ونتكلم على أرض الواقع، ما يحصل على الأرض. نعم. الأخوة الكرد أنا سألتهم، ربما سيد وزير داخلية الإقليم سيد ريبر أحمد ومسؤولين كثيرين، أجابوني بأنهم هؤلاء توارثوا هذه المجاميع المعارضة، الكومالا والاتحاد الكردستاني الوطني وغيرها والبيجاك وغيرها، توارثوها منذ السبعينات، هم ليس لهم ذنب فيما موجود حاليا، فلذلك هم طلبوا وقتا محددا من أجل أنه يبدأون بنزع سلاح هذه الفصائل والمجاميع. سيد قاسم العرجي مستشار الأمن القومي كان في زيارات مكوكية، ذهب إلى ريبر، وريبر ذهب، سيد ريبر أتى إلى بغداد، بافل ذهب إلى طهران، اليوم السيد فؤاد حسين في طهران، وذكر بأنه بدأنا بنزع سلاح المعارضة وتحويلهم إلى منطقة أعتقد اسمها باليستان أو شيء، المهم يبعدوهم عن الحدود من 50 إلى 100 كيلومتر. لكن هذا الموضوع يعني جميل جدا، من أجل أن لا تتصور الجارة بأنه نحن نتدخل في شؤونها الداخلية، لكن مدى التطبيق الحقيقي، هل هناك تطبيق حقيقي لهذا الموضوع؟ هنا الإشكالية، لأنه تعرف ذولا لديهم مواضع وحافرين مواضع وبالقتال، وصار لهم سنين قسمهم يقول نحن غير مسلحين، لكن الواقع يقول غير ذلك، إيران تشتكي منهم كثيرا.
فاحنا يعني حالهم حال البكهكه، يعني هاي عندنا مشكله، تركيا منا وايران من هذه الجهه، والاثنان يريدون ان يخرجوا المجاميع المسلحه المعارضه لبلديهم، والعربيه طيب. انه العراق يعني بسوء الاقليم والعراق غير قادر على ذلك بالوقت الحاضر. نرحب بك مرة أخرى سيد سمير، واليوم كان وزير الخارجية العراقي في طهران، التقى وزير الخارجية الإيراني، لكن يمكن أبرز قضايا النقاش هي التنفيذ الكامل للاتفاقية الأمنية وأمن الحدود الموقعة بين البلدين. تعتقد سيد سمير أن الجهود السياسية ستنجح في كبح جماح النشاط العابر للحدود الجغرافية؟ نعم، تحت لضيفك مشاهدين فيما يتعلق بهذا، وحقيقه نشاطات هذه الجماعات التصويريه المقاطعه وقديم جديد، هذه الجماعات نشاطات المعاهده ايران ليست وليده قبل اشهر وقبل عام، وفي حقيقه الامر منذ انتصار الثوره الاسلاميه وخاصه بعد الغزو الامريكي للعراق رات ان يدها مفتوحه للتوغل في الأراضي الإيرانية والقيام بأعمال إرهابية اغتيال مواطنين أو مسؤولين في داخل إيران. لكن خلال العام الماضي ما حصل خلال الاضطرابات التي شهدتها إيران، إيران رأت بأن هناك يجب أن يكون يعني وجود ضرورة في كبح جماح هذه الجماعات الإرهابية. وإذا ما نظرنا إلى هذه الجماعات إنها تقول بأنها تقيم في أراضي إقليم كردستان كلاجئ، ولكن القوانين الدولية لن تقبل بأن يكون هناك لاجئ ويحمل السلاح بعلم هذه الحكومة أو الإقليم المستضيف لهذه الجماعات. فهناك تناقض أولا، يعني ليس بإمكان لاجئ أن يحمل السلاح ضد بلد آخر انطلاقا من أراضي البلد الذي يسكن فيه. ولكن فيما يتعلق حقيقة باللقاء الذي جمع اليوم وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره العراقي فؤاد حسين، حقيقة كان خاصة ما رأيناه وسمعناه في المؤتمر الصحفي كان يدل على وجود توافقات بين البلدين وتفاهم بين البلدين حول الموضوع الرئيسي، بأنه لن يقبل أي بلد بأن تقوم جماعات إرهابية بنشاطات ضد أمنه القومي، والجانب العراقي متفهم بالكامل بهذا الموضوع. واليوم أيضا الطرفان أكدا، والموضوع المهم هو أنه عبر الحوار كما حصل خلال العام الماضي والأشهر الماضية بالإمكان التوصل إلى نقاط تفاهم لحل هذه المشكلة عبر الحوار، عبر نزع سلاح هذه طيب. الجماعات الإرهابية وإبعادها عن الحدود المشتركة بين البلدين. طبعا الجانب العراقي حقيقة قام بخطوات كبيرة في هذا المجال، منها نشر قوات حدود عراقية حدود أيضا قضايا أخرى، ولكن هذه الأيام القليلة القادمة 6 أيام تفصلنا عن تنفيذ كامل بنود هذا الاتفاق الأمني بين طهران وبغداد. طيب سيد سرمد، وفق المعطيات أكو إمكانية لإجلاء كامل لهذه القوات أو هذه الجماعات خلال هذه المدة المتفق عليها أو مدة أطول، نظرا لوجود هذه الجماعات بين المدنيين ووجودهم في الجبال ومناطق وعرة، إضافة إلى تعقيد هذه المسألة ما بين بغداد وأربيل؟ يعني بغداد مو شوف صار كأنه تأخذ دور وسيط ما بين الجمهورية الإسلامية وما بين إقليم كردستان العراق لحل هذه المسألة. شوف أستاذ، سوف لن أخفيك سرا، هذا الملف قسم إلى عدة ملفات، خليني أوضح لك. قسم من الملفات تسير بوتيرة متصاعدة وناجحة جدا، الطرفين أو ثلاثة أطراف الإقليم ومستشارية الأمن القومي وإيران لا تقبل التكلم عليها، يعني أي الملفات تتقدم لأن هم يركزون على هاي الملفات، بعد ذلك هنا ملفات أخرى. الآن نجي للتحليل الأمني، يعني أتوقع الملفات الأولى هي نزع السلاح. أنت أهم نقطة في الموضوع، هم إذا موجودين وما عندهم سلاح وما يتعرضون على النقاط الحدودية الإيرانية ما عندهم مشكلة إيران، زين ما يدخلون أو يغذون الاضطرابات ما أعتقد راح يصير لهم مشكلة. أعتقد الخطوة الثانية
تغيير معسكراتهم إلى مخيمات بالعمق. هذه نقطة مهمة. بدايتكم مصادر أكدت أنه بدأ فعلا الإجلاء لهذه الجماعات من هذه المناطق إلى مخيم معين في إحدى المناطق. هذا يعتبر نجاح للعراق بتنفيذ جانب من هذه الاتفاقية؟ طبعا طبعا هذا يعتبر نجاح كبير. يعني انت هم استاذ يعني خلي يسمعنا الضيف الايراني، هم ما شاء الله مستقرين، احنا مشاكلنا يعني كلش كثيره. يعني اليوم احنا عندنا مشكله مال الدولار ومشكله كثيره، يعني مشكله البكك مع تركيا، مشكله الموارد المائيه، مشكله تامين سله غذائيه للمواطن العراقي خاصه هنالك، يعني مشكله النهوض بهذا الواقع العراقي. فشوف استاذ ده تظهر لنا مشاكل صعبه. يعني اليوم انت ايران تهدد، اذا ايران دخلت بالحدود بالعمق شنو راح يكون موقف العراق؟ شنو راح يكون موقف العراق؟ نحن غير مهيئين لدخول اي حرب، احنا طلعنا من حرب داعش، لحد الان داعش عنده خروقات امنيه. هل من المعقول ان ندخل حرب والقتالات الجبليه من اصعب القتالات؟ يعني احنا نخوض حرب عصابات في داعش ونخوض قتالات جبليه؟ لا، فلذلك يعني انا اتمنى ان يسيرون بالملفات اللي مسكناها سريعا. خلي بداية ننزع سلاح المعارضة، ما نعرفهم، أنا ما أعرف تسمياتهم لأن تسميات كثيرة تصدر عليهم. لا. بعد ذلك خلي نهيئ لهم مكانات، يجوز أولادهم يروحون للمدارس، يجوز إحنا أيضا مو ظالمين، نسحبهم إلى مكانات لا تؤثر على الحدود العراقية الإيرانية وينتهي هذا الملف. طيب سيد سمير، خارجية طهران أكدت أنها لن تمدد المدة التي منحت لإنهاء هذا التواجد بأي شكل من الأشكال، لكن إيران لا تدرك أن هذا الملف معقد وخطير، هو بحاجة إلى وقت أكثر. وكذلك كانت هناك يعني زيارة وزير الخارجية العراقي، زيارة سيد قوبة طلباني إلى طهران، هل كان هناك طلب لتمديد هذه المدة؟ حقيقة رسميا لم يعلن هذا الموضوع بأنه هل كان طلب من جانب العراقي أو جانب إقليم كردستان لتمديد هذه المهلة، ولكن اليوم مسؤول في إقليم كردستان السيد سورشي يتصور قال فيما يتعلق بنقل مقرات ومعسكرات هذه الجماعات يتجاوزون 20,000 شخصا، يتصور مع العوائل، وهذا يتطلب وقتا لنقلهم إلى مناطق بعيدة عن الحدود الإيرانية العراقية. إيران تتفهم هذا الموضوع، وإيران أيضا تتفهم بأنما نحن عندما نتحدث عن إقليم كردستان ليست كافة الأطراف في إقليم كردستان تدعم هذه الجماعات أو طور خفيفة. هذا الموضوع بالنسبة لإيران مهم جدا بأن يكون هناك التزامات حقيقية بنقل مقرات عمليا تبدأ هذه نقل المقرات والمعسكرات هذه الجماعات بعيدا عن الحدود. طيب. الان ربما تستمر يومين ثلاثه اسبوع اكثر او اقل، ولكن عندما تبدا هذه العمليه بشكل فعلي نقل هذه المقرات ومعداتهم واسلحتهم، والمهم نزع اسلحه هذه الجماعات. واليوم الدكتور فؤاد حسين اكد بان الجانب العراقي والجانب الكردي عمل على هذا الموضوع، لأنهم يعرفون جيدا بأنه لا يمكن لأي لاجئ كان أن يحمل السلاح وهو في بلد آخر ويهدد الأمن القومي لبلد آخر. أنا أتصور يعني شخصيا وأقول بأن إيران تريد أن تكون هناك إرادة حقيقية من الجانب الآخر بتنفيذ هذه بنود هذا الاتفاق ونقل مقرات هذه الجماعات، ربما تتأخر يومين أو ثلاثة أو أسبوع أو أكثر أو أقل. طيب سيد سمير، إيران راح تكتفي بإبعاد هذا الخطر عن الحدود ومنع تسلل المسلحين مثلا والقيام بأعمال إرهابية وإجرامية، لو ممكن إذا بقي نشاط معين لهذه الجماعات ممكن أن يكون هناك تدخل عسكري إيراني كاستمرار ضربات عسكرية مثلا أو حتى اجتياح عسكري معين؟ لاحظوا حقيقة فيما يتعلق بالتعامل مع هذه الجماعات هناك رؤيتين، الرؤية الإيرانية والرؤية التركية. الرؤية التركية تركز على احتلال أراضي، وإيران ترفض هذا جملة وتفصيلا، ولكن رؤية إيران أولا تقول إن لم يكن هناك أي عداء واضح وعدوان واضح من جانب هذه الجماعات، وهذه الجماعات منذ أكثر من تقريبا 30-40 عاما هي موجودة في إقليم كردستان، إيران تغض الطرف إلى حد ما، ولكن عندما يكون هناك عدوان
اعتداء ووساكر من قبل هذه الجماعات لا تستطيع ان تقف مكشوفه الايدي. واكثر من ذلك، حتى العام الماضي ايران عندما قامت بقصف مقرات هؤلاء هذه الجماعات قبلها وجهت رسائل الى الجانب العراقي والى الجانب الكردي بان هذه الجماعات تنطلق من الاراضي العراقيه ومن اقليم كردستان وتهدد اراضينا. هذا موضوع مهم. وايضا اذا ما حدث اي شيء، ايران بالتاكيد ستخبر وتخبر الجانب العراقي والجانب الكردي بانها بالوثائق بان هذه الجماعات تهدد اراضي الايرانيه وتهدد الامن القومي. طيب سيد سرمد، بالنسبة لموقف إقليم كردستان هو يمكن الموقف الأهم، لأن هذه الجماعات موجودة عندهم البككة واعتراض تركيا على هذا الموضوع، وعندهم هذه الجماعات الأخرى أغلبها يسارية وشيوعية معارضة للنظام الإيراني. لكن تعتقد يعني نظام الكردي أو حكومة كردستان أو الجهات السياسية في كردستان بشكل عام سيد سرمد عندها الاستعداد الحقيقي لإنهاء هذا الملف، وهذه الجماعات موجودة بكردستان صار عشرات السنين؟ يعني هذا السؤال أنا أعتبره صميم الموضوع، بس خلي أعطيك فكرة صغيرة عن الحدود. طبعا. ترى أقليم كردستان يرتبط بإيران بحدود 603 كيلومتر. 603 كيلومتر، يعني منها تقريبا أبعد من البصرة حدود الإقليم مع كردستان مع إيران، وحدود الإقليم مع تركيا 300 كيلومتر. هاي كلها تعرف إيش قد لازميها؟ لازميها 3 ألوية حدود، وهسه فتحوا التطوع على أساس لواء الرابع 3000 واحد، لواء 27 على أساس يمسك هاي المناطق. نعم. عرفت شلون؟ طبعا من الصعوبة مسكها. وخلينا ما ننسى موضوع آخر، ترى هم القومية وحدة وهم إسلام، وهم القومية وحدة مهما يكون، يعني أنا أشك بأنه يدخلون قتال واضح معهم، يعني أنا أشك في هذا الموضوع. خاصة أرجو أن مو قتال، على الأقل احتوائهم. احتوائهم ما يخالف، بس دير بالك أستاذ البيجاك والكوملا والحدك وحتى البككة ترى متمرسين على قتال الجبال أكثر من البيشمركة. الشباب اللي موجودين هسه أغلبهم من البيشمركة القدماء. خلينا نركز بعض النقاط المهمة. فلذلك هؤلاء متمرسين على قتال معين، مو من السهولة تدخل وياهم قتال. لذلك أفضل شيء احتواء الأزمة، أفضل شيء بأنه يسحبوهم ويخلصونه 50 أو 100 كيلومتر، يدخلوهم جوا ويقول له اترك أخي لا تتدخل بالشؤون الإيرانية. لكن هم وين راح يلتزمون؟ الله أعلم. راح نبقى ننتظر التزامهم في هذا الموضوع. طيب. لأنه يوقعون بإحراج كبير سواء الإقليم أو الحكومة الاتحادية. طيب سيد سمير، الجمهورية الإسلامية راح تكتفي بإبعاد أو إيقاف نشاط هذه الجماعات من إقليم كردستان، لو ممكن أيضا الطالبون بتسليم المطلوبين من عندهم أو قياداتهم؟ ردا على هذا السؤال، بداية إيران كانت تعلم بأن إقليم كردستان إما لا تستطيع إما لا تريد بسبب الاصطفافات السياسية في داخل الإقليم كردستان أن تبعد هذه الجماعات بالكامل أو تقطع نشاطات هذه الجماعات بالكامل. لهذا طلبت من بغداد أن تتدخل في هذا الموضوع. الموضوع الآخر بالنسبة لإيران المهم هو أن لا يكون اعتداء من هذه الجماعات. إن المرحلة الأولى هو إبعاد هذه الجماعات عن الحدود، لأن هذه الجماعات تمتلك الأسلحة الخفيفة والمتوسطة. عندما تبعدها عن الحدود بإمكان القبول إلى حد ما بأن هذه الجماعات لا تشكل خطر. طبعا كما تفضل ضيفكم الكريم، هناك الحدود العراق بين العراق وبين إيران وإقليم كردستان 600 كيلومتر، ومعظمها جبال وطرق وعرة. ليس بالإمكان القضاء على هذه الجماعات، الكل يتفهم هذا الموضوع كما حصل بين تركيا وباكيكي. ولكن أن يكون هناك اعتداء، هذا الإيران تركز عليه، أن لا تشكل هذه الجماعات خطرا على الأمن القومي الإيراني، لكن أن تبقى بعيدا عن الحدود ويعملون ويعيشون كلاجئين. إيران ليست لديها مشكلة. وحتى قبل أعوام وزير الأمن الإيراني آنذاك السيد علوي قال بأنه كانت هناك قبل 4 سنوات تقريبا كانت اتصالات ولو محدودة بين إيران وهذه الجماعات لاحتواء هذه الجماعات، لكنها في نهاية المطاف التي رفضت أن تواصل هذه الحوارات.
إيران ليست لديها مشكلة إن قبلت هذه الجماعات بالحوار وقبلت بالنظام السياسي الموجود في إيران. ولكن المهم بالنسبة لإيران الآن أن تبتعد عن الحدود، أن لا تشكل خطرا فعليا للأمن القومي الإيراني، وأن يبقوك لاجئين في مناطق بعيدة عن الحدود. طيب سيد سرمد، بالنسبة أو بحسب صحيفة المونيتور الدولية أن السيد مسرور بارزاني طلب من الرئيس الأمريكي جو بايدن التدخل العاجل لإنقاذ الإقليم مما وصفه بالانهيار النهائي، كان يتحدث عن مسائل اقتصادية ومشاكل الاقتصادية المالية ما بين أربيل وبغداد، لكن ممكن أن تشمل هذه الدعوة التدخل لحماية الإقليم من تنفيذ هذه الاتفاقية الأمنية مع الجمهورية الإسلامية؟ لا أبدا، هو صرح صحيفة الموقع المونيتور. الآن قبل ما ندخل للقاء طبعا أقليم كردستان صدر بيان نفى هذا الموضوع، بس نفى ما أعرف أسلوب النفي ما ارتاحت له، يعني نفى من جهة وتكلم من جهة بأنه هو يتكلم عن مشكلة العلاقة الوطيدة ما بين حكومة أربيل والحكومة الأمريكية معروفة. لا أتكلم عن مشكلته الاقتصادية، لأن تعرف النزاع الاقتصادي والنزاع المشكلة الكبيرة مشكلة الموازنة بين الإقليم من 2003 لحد الآن، يمكن كل القنوات تكلمنا بها ولحد الآن ما وجدوا لها حل وما راح يوجدوا لها حل، ما راح يجدوا لها حل، لأن لا الإقليم راح يسلم وارداته ولا، يعني هذه مشكلة. لكن ما جاب يعني ما تطرق إلى موضوع هذه الجماعات الإيرانية، بس تطرق إلى موضوع المشكلة الاقتصادية. إذا لكن حديث وصفه أنه هذه المشكلة أو الخطر خطر انهيار نهائي، ما بإشارة إلى وجود يعني مشاكل أمنية، خصوصا الأمريكان ماكو احتمال أنه يدخلون على خط هذه القضية وتستفاد أو تستثمر هذه الجماعات المعارضة للنظام الإيراني؟ لا أبدا. أولا لا ننسى إحنا إيران لديها علاقات وثيقة جدا مع أقليم كردستان، وثيقة جدا، ومع الحزبين ترى، مع البارتي ومع اليكتي، هذه معلومة أنت تعرفها. يعني أنت مجرد هسه إذا سافر الأربيل وتذهب باتجاه شقلاوة واتجاه خليفان وهاي، راح تلقي مئات الشاحنات الإيرانية تدخل وتأتي من هذا المنفذ. هذا يدل على أنه العلاقات قوية جدا بين إيران والإقليم، لذلك ما راح يسمح الإقليم بأنه يدخل طرف ثالث وعلاقاته طيبة ويا أمريكا. أي هذا ممتاز، إذا هيك يقدر المرحوم جلال طالباني في وقته يقول أنا أفخر بأنه أروح الطهران وأجلس وياهم وبعدين أروح لأمريكا وأجلس وياهم بدون ما حد يعني ينزعج من عندي. أي هذا ممتاز، إحنا نريد العلاقات المتوازنة. حتى إحنا حكومة الاتحادية أفرح من تصير علاقاتها متوازنة ويا إيران، السعودية، تركيا وهاي. لكن هاي المشكلة شوي معقدة، أتمنى أن تحل خلال هاي الستة أيام. نعم. سيد سمير، تعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ممكن أن تستثمر هذه الجماعات، خصوصا أنها معارضة للنظام الإيراني أيديولوجيا وسياسيا، وكان هناك اتهامات سابقة من مصادر إيرانية بوجود تأثيرات أمريكية على هذه الجماعات؟ بالتأكيد الولايات المتحدة عندما تكون الفرصة سانحة لها ستستفيد أو تستغل هذه الجماعات الانتقالية. ولكن حقيقة أنا أتصور بأن إقليم كردستان يعني نظرا لموقف إيران الحاسم حتى لا يريد أن يورط نفسه الآن إعطاء أي دعم لهذه الجماعات أو إدخال الأمريكيين في هذا الملف، ويريد لحد الآن أن يصل إلى نتيجة أو تفاهم مع إيران بعيدا عن الولايات المتحدة أو الإملاءات الأمريكية، لأنهم يعلمون بأن هذا الموضوع بالنسبة لإيران هو ليس قابل للمساومة، لأن موضوع الأمن القومي الإيراني ليس موضوع مواقف خلافات سياسية أو اقتصادية أو ما شابه. أنا لا أتصور بأن الإقليم يريد هذا الموضوع الآن على الأقل مع الوضع الراهن الذي نراه، ولكن هذه الجماعات بالتأكيد خلال الأعوام الماضية والعقود الماضية تلقت الدعم من الولايات المتحدة عبر وسائل إعلام أمريكية، عبر ضخ الأموال الأمريكية، وهذا واضح خاصة في الدول الأوروبية أنهم يسمون أنفسهم لاجئين ويحصلون على الكثير من المعونات والأموال من هذه المؤسسات الأمريكية أو تلك. ولكن في المحصلة أنا لا أتصور
نظرا للموقف الايراني الحاسم، الاقليم لا يريد ان يتورط في هذه المعضله على الاقل في هذه لا. الايام او هذه الاشهر. سيد سرمد، يمكن حدود السليمانية مع الجمهورية الإسلامية نقدر نقول عليها أنه لا غبار عليها، خصوصا سيد طلباني زار إيران الأسبوع الحالي، لكن ماذا عن أربيل؟ يمكن السيد سمير ذكر أنه وجود أطراف كثيرة في كردستان، الاتحاد الوطني من جهة، الديمقراطي الكردستاني من جهة، لكن بالنسبة لأربيل راح تسمح لهذه العملية أن تجري بانسيابية أم هناك نقاط تصلب ونظرة مختلفة حول هذه الجماعات؟ لا بالنسبة لأربيل بالمناسبة يعني أنا كنت من سمعت آراء الحزب الديمقراطي، يعني سمعت آراء وزارة الداخلية، وزارة الداخلية الخاصة بالإقليم ذهب مع سيد قاسم ومع وكيل جهاز المخابرات، ذهبوا قبل 6 أشهر 8 أشهر ذهبوا إلى طهران وقعدوا اجتماعات عديدة. ولذلك شوف سيد ريبر، أنا أعتقد بأنهم فقط يقولون نريد وقتا، أنا متأكد من هذا الكلام، يريدون وقتا لكي لأن هذه الأمور ورثوها لمدة 5 أو 4 أو 5 عقود، نريد وقتا لترتيب هذا الموضوع. لكن هل هذا الوقت اللي يردوه من أجل المماطلة أم من أجل فعلا نقل هذه الأماكن إلى أماكن آمنة؟ هو هذا يبقى سؤال، يعني النيات من عرف النيات راح تبين خلالها اليومين ثلاثة. طيب سيد سمير، يصير أو هل توجد إمكانية لفصل عمل هذه الجماعات، عملها السياسي، عن أي نشاط عسكري أو مسلح؟ يعني ممكن لهذه الأحزاب أو هذه المنظمات أن تمارس نشاط سياسي معارض للنظام الإيراني إذا بقت يعني ومارست عمل سياسي في من أراضي كردستان، هذا راح يتعارض مع مبادئ حسن الجوار لو تسمحون به؟ حقيقة خلال هذه المفاوضات التي جرت خلال تقريبا عام بين إيران والعراق وأيضا أربيل حول هذا الموضوع، إيران كل ما تؤكد عليه هو أن لا يهدد أمنها القومي، خاصة الموضوع استخدام الأسلحة ضد أراضيها، هذا الذي تؤكد عليه إيران، وإلا هذه الجماعات موجودة ومتواجدة في إقليم كردستان منذ انتصار الثورة الإسلامية تقريبا، وإيران لم تخص هذه المقر لهذه الجماعات. العام الماضي عندما إيران قامت بقص هذه المقرات لأن كان هناك تدخل من هذه الجماعات وتحريض على العنف في الداخل الإيراني، وهذه الجماعات موجودة وكانت قريبة من الحدود الإيرانية ولديها إذاعات ولديها تلفزة موجودة وتقوم بعملها السياسي في داخل إقليم كردستان، رغم أن هذا أيضا يتعارض مع حسن الجوار، لأن عندما يكون هناك علاقات جيدة وممتازة بين بلدين أن تكون أحزاب أو جماعات تقوم بنشاطات مناهضة لبلد آخر، هذا حتى يتعارض إلى حد ما، ولكن حد الآن أن غضت الطرف. إيران خلال العام الماضي ركزت على موضوع التهديد، حقيقة التهديد العسكري، التدخل العسكري من قبل هذه الجماعات. الشكر الجزيل لكم الكاتب والمحلل السياسي السيد سمير شوهاني، كنت ضيفا كريما عبر سكايب، شكرا لك. والشكر الجزيل لكم الخبير الأمني السيد سرمد البياتي، شكرا لحضورك. والشكر لكم مشاهدينا، وننتقل سوية إلى ملفنا الآخر من الحصاد وأبرز ما فيه. خريجو الإعداديات المهنية، معاناة مستمرة وفرصة زمنية مرشحة للضياع.
أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف من الحصاد نرحب سويتين بضيوفنا الكرام، مدير عام التعليم المهني في وزارة التربية السيد محمود المالكي. أهلا بكم سيد محمود. أهلا بحياك. وكذلك ترحيب بممثل عن خريجي المراكز المهنية سيد محمد المالكي. أهلا بكم أستاذ محمد. الله يسلمك، تحية طيبة لجناكم. ما شاء الله كلها بني موالج إن شاء الله. موالج اليوم بالحلقة وبالحصاد إن شاء الله، شرفتونا على رأسنا. لكن نترخص من عندك أستاذ محمود، أريد أبدي الحوار مع أستاذ محمد باعتبار عندهم مشكلة، وأستاذ محمد يمثل خريجين المراكز المهنية والتعليم المهني. أهلا أستاذ محمد. الله يسلمك، تحية طيبة أستاذنا العزيز لجنابك ولكادر قناة الأيام الفضائية، ودعني أستهل بداية حديثي برفع التعازي بمناسبة استشهاد نبي الرحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله، لذلك باسمكم ومن خلال شاشتكم نرفع آيات التعازي إلى مقام مولانا صاحب العصر والزمان وللأمة الإسلامية الجمعاء بمناسبة استشهاد رسول الله النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أحسنت. طيب شنو مشكلتكم خريجي المراكز المهنية التعليم المهني؟ عندكم مشكلة وصار لكم فترة ترفعون مناشدات؟ نعم نعم أستاذ العزيز، بداية أنا أرحب بضيفك العزيز الأستاذ مدير عام التعليم المهني محمود المالكي. شكرا. احنا موضوعنا استاذنا العزيز، احنا خريجين المراكز المهنيه. نعم. هذه المراكز المهنيه كانت في السابق، يعني في زمن النظام السابق، يعني تعتمد من قبل وزاره الصناعه والمعادن، ومن ثم يعني وزاره الشؤون العمل والشؤون الاجتماعيه، عده وزارات يعني اصبحت تعتمد هذه المراكز المهنيه. في وقتها يعني هناك دراسة يسمونها 3 سنوات، التلمذة من الثالث متوسط يدخل هذا المركز 3 سنوات. نعم. يمنح شهادة معادلة الإعدادية من حيث الراتب والخدمة وكمال الدراسة، التلمذة والدورات السريعة. طيب. من 2003 إلى 2014 الطلبة اللي تتخرج من هذه المراكز له الحق في إكمال دراسة الكليات حسب التخصص اللي إذا كان صيانة كهربائية. العشرة الأوائل يمكن يكملون كليات حكومية. لا مطلق. الباقين من حقهم يروحون كلية أهلية. أحسنتم، يعني بشرط يدخل سنة تحضيرية. أحسنتم، يعني يتخرج 3 سنوات بعد الدراسة المتوسطة، ومن ثم حسب تخصصه تعادل شهادته من قبل وزارة التعليم العالي حسب قنوات القبول المحتملة لديهم. نعم. بعد 2014 فوجئنا بقرار، اعتقد في وقتها كان وزير التعليم علي الأديب. علي الأديب. نعم. علي الأديب صدر قرار تعتمد فقط مراكز المحتصم والوليد اللي هي من ضمن مراكزنا، وبقية المراكز اللي يؤدي الامتحان الخارجي. يعني يرجع يمتحن سادس، هو مخلص 3 سنوات بعد المتوسطة وممتحن الامتحان الفصل الأول والثاني والنهائي، وعندنا أوليات وشهادات ودرجات. باختصار أستاذنا العزيز، بدأت المحاولات من بعد 2003 إلى 2014، قلت لك يعني كل الطلبة بهذه المراكز كانوا لهم الحق يكملون الكليات. طيب. من بعد صدور قرار وزير التعليم علي الأديب تم إلغاء، يعني لكن فقط تعتبر شهادة معادلة للسادس. نعم. إلا يمتحن خارجي، يعني مهم. فحاولنا بعد محاولات وإيصال الصوت إلى دولة رئيس الوزراء المحترم في وقتها. نعم. كان الأستاذ مصطفى الكاظمي، وحاليا في الوقت الحالي دولة رئيس الوزراء المحترم السيد محمد الشاع السوداني. طيب أكو حل من الكاظمي؟ نعم. أو من السوداني؟ نعم، أنا في وقتها يعني صراحة لو يسمح يعني وقتك أستاذنا العزيز. تفضل باختصار. يعني أنا كانت فيها أوجه تحية من خلالك إلى الدكتور مؤيد اللام نقيب الصحفيين، وأيضا إلى الزميل أنور الحمداني، في وقتها كنت ضيفا عليهم لكون انا اخوك اعلامي واحمل لقب سفير للاعلام. نعم. من قبل منظمات دوليه لدوري في دعم الحكومه. طيب. العراقيه السابقه والحاليه. ففي وقتها احتجت الى ان اكمل دراسه الاعلام. تعرف يوم الاعلام، يعني انا اعلامي يعني كفاءه في تقديم برامج، لكن اشعر بنقص اذا لم اكن اعلامي اكاديمي. فكانت يعني عزيمتي ان احصل على شهاده الاعلام. طيب. فحصلت على استثناء من قبل استثناء، لكن كقاعدة عامة خريجين الإعلام ما من حقهم حاليا يكملون كلية إلا إذا كنت تعليم أهلي؟ عفوا سأل السؤال؟ حاليا خريج التعليم المهني. نعم. ما من حقه يدخل كلية إلا أهلية؟ هو عفوا أنا قلت لك من 2003 والسنوات السابقة 2014. طيب. يحق لهم إكمال الكليات،
بعد صدور القرار عليه الأديب من هذا الموضوع بحرمانهم. خلينا ننتقل إلى سيد محمود، أهلا بك مرة أخرى. حياك الله أستاذ بشار، أهلا بك. قضية معادلة شهادات لخريجي الإعداديات المهنية اللي توقف يمكن في سنة 2014 كما ذكر سيد محمد، شنو النقاط اللي يخصها هذا القرار، أسبابه؟ شكرا جزيلا. حل هذا الموضوع، سمعت يمكن معاناتهم. شكرا جزيلا أستاذ بشار. طبعا نشكر قناتكم الكريمة اللي تاحت الفرصة لتوضيح الأمر الهام بالخريجين المراكز المهنية اللي هم قبل 2003 كانت هذه المراكز تفتح في عدة وزارات، من ضمنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الدفاع ووزارة الصناعة ووزارة وزارات أخرى، وزارة النقل أيضا. هاي المراكز هي على قسمين. طبعا احنا كوزارة التربية، قبل لا أدخل بهذا الموضوع، وزارة التربية وزارة لها أنظمة وتعليمات خاصة بها، كل وزارة لها أنظمة وتعليمات خاصة أيضا بها. هذه الوزارات تم فتح هذه المراكز في تلك الوزارات المعنية، اللي هي دورات، أكو دورات سريعة لمدة 9 أشهر وأكو سنة و6 أشهر وأكو 3 سنوات. احنا مقسمين خريجين هذه المراكز المهنية إلى قسمين. العفو، القسم الأول من أكمل الدراسة المتوسطة ومن من أكمل الدراسة المتوسطة حصل على شهادة المتوسطة واستمر في دراسته ل3 سنوات بعد المتوسطة بالصناعة بالمراكز المهنية. مراكز مهنية مو صناعة نفسها؟ احنا لا لا لا، تختلف. احنا إعداديات المهنية، إعداديات رسمية تخضع الى نفسها إعداديات صناعة. لا لا، تختلف المراكز المهنية، تختلف عن إعداديات المهنية. الإعداديات المهنية لها تعليمات وأنظمة خاصة في وزارة التربية معادلة إلى شهادة الإعداد العلمي والأدبي في الوزارة. طيب. المراكز المهنية تختلف أستاذ العزيز، كل وزارة فتحوا لهم مركز، مثلا مراكز الوليد والمعتصم وعدة مراكز على غرار مركز الوليد يعني. نعم، هذه المراكز فتحت في بعض الوزارات المن تخضع إلى الأنظمة والتعليمات الخاصة بهذه الوزارة. شهاداتهم من أكمل 3 سنوات بعد المتوسطة وأدى الامتحانات الوزارية ودخل البكالوريا واضطر رقم امتحاني، طيب، فهذه الشهادة ما تعترف بها. ممن لم يدخل الامتحانات الوزارية فتكون شهادته خريجين المراكز المهنية تكون شهادته معادلة لشهادة الإعدادية لأغراض التعيين وتحديد الراتب، مو اكمال دراسه فقط البكالوريوس للتعيين وتحديد الراتب. طيب، عندهم مناشدات واستجاب لها رئيس الوزراء السيد السوداني، واستجابت وزاره التربيه لمطلب معادله الشهاده، وكانت استجابه من قبل الوزاره. استاذ محمد، احنا عده مناشدات موجوده واكو يعني مراجعات كثيره. احنا كوزاره التربيه نفتقد الى قاعده البيانات لخريجين المعاهد المهنيه اللي فتحوها بالوزارات اللي ذكرتها قبل شوية. فما عندنا أي بيانات عن هؤلاء الطلبة. الطالب اللي ممتحن مؤدي امتحانات البكالوريا مثل ما وضحت لك، هذا تعترف بشهادته. كانت المناشدات من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى وزارة التعليم العالي. التعليم العالي بالتعاون معنا ومع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تم تشكيل لجنة عليا برئاسة مدير عام التخطيط في وزارة التعليم العالي ومعاون مدير عام من عندنا، مدير عام للتعليم المهني ومدير عام من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، توصلت إلى توصيات. التوصيات هذا أنه نسمح لطلبة المراكز الامتحانية اللي ما أدوا امتحاناتهم الوزارية بالتقديم عن طريق المديرية العامة للتعليم المهني لإشراكهم في الامتحانات الخارجية، وحصلنا موافقة من معالي الوزير أيضا باستثنائهم من تأدية الامتحانات التمهيدية اللي هي قبل الخارجي، لكي تكون الشهادة معترف بها لأغراض الدراسة، إكمال دراستهم وتلبية سوق العمل. أرجع لك لهذه النقطة. نعم. أستاذ محمد، نعم، حاليا أعدادكم إيش قد انشملتوا بهذا القرار بخصوص معادلة شهاداتكم؟ أستاذ محمد زميلي المحترم العزيز، فقط إذا تسمح لي، بناء على ما تفضل به السادة المدير العام المحترم في عبارة منحوا شهادة معادلة من حيث الراتب والخدمة. أنا أرد يعني أوصل له من خلالك أيضا هذا الكتاب، هذا الكتاب اللي حاليا بيدي
تاريخها 9/3/2006، يعني احنا احكي بالقانون وبالدليل. نعم. صادر من وزاره التعليم العالي الى يعني الى جامعات كافه، اذا تسمح لي اقرا على وجه العجله. تفضل. استنادا الى كتاب وزاره التربيه المديريه العامه للتقييم والامتحانات، قلت لك بال 2006. نعم. نود اعلامكم بان المراكز المهنيه اللي انا واللي امثلهم جميعا، ان المراكز المهنيه التي مده الدراسه فيها 3 سنوات بعد الدراسه المتوسطه تمنح شهاده معادله لاعداديه الصناعه. وياي استاذ محمد؟ لا مو لاعداديه الصناعه استاذ. هذا الكتاب هسه موقع بيدي، اذا تسمح لي بس اكمل الكتاب وان شاء الله الوقت كله لك. نعم. استاذ محمد اذا اقرا لك الكتاب، يعني نمنح شهاده معادله لاعداديه الصناعه لغرض التعيين وتحديد الراتب واكمال الدراسه في الاختصاص المماثل. هاي اولا اذا تسمح لي. هذا هو اوكل السيد وزير التربيه الامر لمديريه التقويم والامتحانات. السيد قال قبل قليل منحوا شهاده فقط علما بس من حيث الراتب والخدمه، يعني ما ذكر فقره اكمال الدراسه وتحديد الراتب. انا هسه الكتاب هذا اللي عندي بال 2006 اللي صادر من دكتور صلاح محسن عليوي مدير عام دائرة هذا الدراسات. قديم بال 2006، بال 2014 علي الأديب غير هذا الموضوع. أنا أستاذ محمد عفوا إذا تسمح لي. نعم. إحنا قلت لك من 2003 ل 2014 إن الحق نكمل الدراسة. نعم. أنت تعرف جنابك ما جاء بقانون لا يلغى إلا بقانون. مو إحنا هم نريد نتداخل وياك بهذا الموضوع. لا أرجع لك بس أكمل أستاذ محمود. بس أكمل الكتاب إذا تسمح لي. ممكن استاذ اكمل عن الكتاب؟ تفضل كمل استاذ محمد، لكن هذا الموضوع تحكي بال 2006. نعم. بال 2014 تغير هذا الموضوع. حاليا توجيه وزير التربيه لمديريه التقويم والامتحانات. جايك بهذا الموضوع، جايك بهذا الموضوع. تفضل. حاليا بعد المناشدات وجنابك انا مقدم برامج، في يعني من خلال برامجي والمناشدات اللي ناشدتك استجابه كانت من رئاسة الوزراء حالياً. وجهه السيد وزير التربيه، وزير التربيه وجه مديريه التقويم والامتحانات. لا. لكن حتى الان ردت وزاره التربيه. نعم. على توجيه معالي الوزير بناء على المناشدات في الوقت الحالي. هذا الكتاب صدر منين؟ من وزاره التعليم العالي والبحث العلمي. المن صدر؟ المن الى وزاره التربيه. شو يقول من انا على وجه العجله؟ يقولهم اولا ان معادله شهادات خريجي مراكز التدريب المهني. نعم. بالشهادات الاعداديه المهنيه هو من اختصاص وزاره التربيه حصرا وعلى كافه الوزارات التي لديها مراكز تدريب مهني تابعه لها، التنسيق مع من؟ مع وزاره التربيه بهذا الخصوص. يعني شنو استاذ؟ وزاره التعليم العالي خاطبت وزاره التربيه. طيب يا وزاره التربيه، هاي الشريحه المهمه اللي هم يعني حاليا يعني ما زالوا مستمرين في العمل في وزارات ومنهم يعني اصحاب خبره وكفاءات. اكو قرار؟ اكيد هذا القرار. شنو القرار؟ اتوجه السو هنا اوجه من خلال جنابك تحيه اجلال وتقدير الى معالي وزير التربيه ابراهيم نامس الجمهوري. انا طبعا على تواصل وياه هاتفيا. اصدر هذا الكتاب بتاريخ 12/2/2023. الكتاب لمديرية التقويم والتدريب. احسنتم، والمهني. التقويم والامتحانات. بناء على كتاب وزارة التعليم اللي طالبه يا. طيب. يا وزارة التعليم. خليني اسال. نعم. السيد محمود على هذا الكتاب. نعم. وزارة التربية مستجيبة بتوجيهات يمكن مجلس الوزراء لهذه المطالبات، واوكل وزير التربية الامر لمديرية التقويم والامتحانات. ليش لحد الان ماكو رد من الوزارة؟ عزيز، هذا الكتاب اللي يتكلم عليه الأستاذ محمد. نعم. الكتاب الأخير اللي انبثقت من عنده توصيات اللجنة اللي شكلت من قبل وزارة التعليم العالي، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة التربية. نعم. فهذا التوصيات اللي خرجنا بها اللي قبل شوية قلت لك عليها، أنه إشراكهم في الامتحانات الخارجية واستثنائهم من الامتحانات التمهيدية. أخي العزيز، إحنا قبولهم بالجامعات مو من ضمن اختصاص وزارة التربية، هذا اختصاص وزارة التعليم العالي. احنا فقط نعادل الشهادة. نعم. الشهادة عندنا احنا النظام رقم 2 من قانون رقم 3 للتعليم المهني الخاص، انه معادلة الشهادة المهنية تكون معادلة الشهادة المهنية ممن اكملوا الامتحانات الوزارية، يعني دخل بكالوريا وعنده رقم امتحاني، فبالامكان انه تعادل شهادته، تكون شهادته معادلة لشهادة الاعدادية العلمي والادبي بفرعيها العلمي والادبي. احنا الان غير ملزمين، يعني اذا كانت بال 2014 اللغت حسب ما يقول استاذ محمد، فالقبول بالجامعات مو من ضمن اختصاصنا كوزاره التربيه، يعني من ضمن اختصاص وزاره التعليم العالي. اذا هم يريدوا يعترفون بهذا
بهاي الشهاده مال المعاهد، فهذا من اختصاصهم. احنا كل قاعده بيانات او اوليات بخصوص خريجين مع المراكز المهنيه التي اقامتها الوزارات، الوزارات المعنيه هي المسؤوله عنها. طيب بالنسبه لوزاره التربيه، نعم، شكلت لجنه بامر السيد الوزير لحل هذا الموضوع؟ لا، مو بامر الوزير، اللجنه كانت بتوجيه من الجهات العليا. نعم. وجهه وزاره التعليم العالي. وزاره التعليم العالي شكلت لجنه وحضرنا هاي اللجنه وعطينا هاي التوصيات. ما قدروا يعترفون بالشهاده، لكن ماكو مقررات حتى الان لهاي اللجنه. لا، اللجنه اوصت. والكتاب اللي جاي يتكلم عنه استاذ محمد، الكتاب هذا اللي بيدك لو حضرتك تكمله راح تشوف انه بامكانهم الاشتراك في الامتحانات اللي راح يؤدوها الطلبه الخارجيين، والهم يعني احنا هم اخواننا وابنائنا وحريصين على انه الاعتراف بهذه الشهاده، انطيناهم فرصه انه يشاركون بالامتحانات الخارجي واستثنائهم من الامتحانات التمهيديه. طبعا خلص وقتنا، لكن لحد الان ماكو اي قرار بهذا الصدد، والعام الدراسي على الابواب. القرار واضح استاذ العزيز، لكن احتمال كل من اكمل الدراسه الاعداديه واشترك بالامتحانات الوزاريه نعترف بشهاده. استاذ محمد لا تسمح لي بدقيقه، يعني ما عندنا وقت، خلص وقتنا، لكن نتمنى يعني انه الامتحانات على الابواب. عذرا استاذ محمد، خلص وقتنا، يعني فقط اوجه رساله اذا تسمح لي وانا اوجه رساله مكانك استاذ محمد. انا احتمال هذه الرساله من قبل يعني احتمال هذه الفرصه تضيع على هؤلاء الناس، يعني هاي صوتنا للمختصين المسؤولين عن هذا الملف سواء وزارتي يعني التربيه او ما عندنا وقت. استاذ محمد اعذرني، احتمال هاي الفرصه تقديمهم على الجامعات هذه السنه هذا العام الدراسي القادم راح تضيع، لانه حتى الان ماكو قرارات تحسم هذا الموضوع، رغم انه كان هناك توجيهات بالاهتمام بخريجي هذه الاعداديات او هذه المراكز المهنيه، وهناك تقاطع بين هذه الطاقات الفنيه المهنيه التي يجب ان يستفاد البلد بها، خصوصا هو بمرحله اعاده تنميه. نتمنى ان صوتهم ان شاء الله وصل الجهات المعنية. الشكر الجزيل لكم مدير عام التعليم المهني في وزارة التربية السيد محمود المالكي، كنت ضيفا كريما. والشكر الجزيل لكم ممثل عن خريجي المراكز المهنية السيد محمد المالكي، وعذرا لضيق الوقت. الشكر الجزيل لكم مشاهدينا، لهنا وصلنا وياكم وضيوفنا الكرام إلى ختام حصادنا لهذه الليلة. إلى اللقاء.